السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تسجيل المكالمات على الموبايل أندرويد بكل سهولة. إزاي أقدر أسجل كل المكالمات الصادرة والواردة على الجهاز عندي تلقائي بطريقة بسيطة جدا وبتطبيق ممتاز جدا جدا جدا. تطبيق معانا النهاردة، هنبدأ دلوقتي عملية شرح تنزيله. هنروح على جوجل بلاي عندنا، هنكتب ACR، تمام، ACR Recorder، دي العلامة بتاعته الحمراء اللي جواها علامة التليفون دي. هنضغط عليها وهنعمله عملية انستول عادية جدا على الجهاز. طب انا هعمله عملية انستول، انا ممكن اعمله عملية ابديت دلوقتي، تمام. انت بتعمله تثبيت عندك، بيبدأ عملية تثبيته على الجهاز عندك بكل سهولة، تمام. طيب هنروح بعد كده لطريقة استخدام البرنامج نفسه. طريقة استخدام البرنامج نفسه سهلة جدا جدا. انت بعد التثبيت ده بيبقى شكل البرنامج، سواء هنجيبه اهو، دي الايقونه بتاعته ACR، علامه ACR، بضغط عليها. نروح على الثلاث شروط اللي فوق دول، نضغط عليهم. اللي احنا شفناهم دول الاعدادات الخاصه بالبرنامج، دي اهم حاجه فيه. بروح على السيتنج، تمام، الجنرال والريكوردنج. طبعا هو في حاجات كويسه جدا، لكن معظمها بيبقى في النسخه اللي هي المدفوعه، زي ان انت مثلا كلمات المكالمات مسجله تترسل على الايميل، تمام. دي لو انا جيت اختار اقول لك لا، احنا لو جيت افعلها يقول لك انت لازم تكون على البرو اللي هي المدفوعه، هتسيبنا منها، خلينا في الغير مدفوعه. طبعا لو انت عاوز تشتري التطبيق ده هيترجع لك، هرجع كده تاني. اهم حاجه خالص في البرنامج ان احنا نخليه شغال انيبل وتسيبل، دي النقطه المهمه. شايفين احنا كلمه انيبل دي، لو عملت كده بقى خلاص مش هيسجل حاجه، لكن لو انا عملت كده خلاص هو هيشتغل. انا عملت له تيست وشغلته، المكالمات اللي جات لي دي المكالمات اللي جات لي النهارده، زي ما احنا شايفين اهو، دول اربع مكالمات متسجلين عندي، سواء في الانكومنج او في الاوت جوينج، المكالمات الجايه او الكلمات الخارجه، تمام، زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا عاوز اسمع واحده منهم مثلا، بضغط على التوقيت بتاعها او المساحه، هنا شايفينها، هنا ده التوقيت، المكالمه والمساحه. لو ضغطت عليها كده هيجي لي كل حاجه خاصه بيها، ان انا اعمل عملية ديليت، ان انا اضيف ملاحظات، ان انا اعمل عملية كول تصاب الرقم، او ان انا اعمل بلاي. لو انا ضغطت على الجيد كده هيضغط على كلمة بلاي، هيشغل لي المكالمة اسمعها. طبعا بتسمع المكالمة من الجهتين، كلام بتسمعه طبعا من الجهتين، تمام. طيب كلام جميل. طبعا هو بيسجل مكالمات التليفون فقط، ما بيسجلش مكالمات الواتساب ولا فيسبوك ولا الكلام ده. كلام سليم، كلام جميل. ده كل الاهم حاجات متعلقه بالبرنامج اللي قدامنا ده. طبعا انيبل وتسيبل اهم حاجه فيه. السيتنج ممكن انت تظبطها زي ما تحب. السيتنج طبعا الابديتس لانجويج البرنامج عن تجربه جميل جدا جدا جدا، اتمنى ان انتم تستفيدوا منه. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بغيرك اعمل له مشاركه. لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر، اتمنى تكونوا من المشتركين معانا، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان تتابعوا الجديد بتاعنا بعد الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.